الخلايا الموجودة الموجود عندنا هنا اسم القاتل موجود في رمز بدل عليه. متى وقعت الجريمة؟ أيضا في رمز بدل على وقت متى وقعت الجريمة. ما هو اسم المقتول؟ أيضا كذلك الأمر في رمز بدل عليها. مهنة القاتل أيضا في الرمز. أين كان مكان الجريمة؟ هذا الآن الهدف من النشاط هذا كيف تعرف تحلوه؟ ممكن يتعلم يعني ياخذ اتجاه ويتعلم هذا الاتجاه. تمام. عشان هيك بقول لك فيها رايين. صحيح، يكون قائد في مجتمع وقائد في مدرسته الطفل، اكيد انتم حواليك في اطفال كثير بيبدا عليهم ظهور علامات القياده ومظاهر القياده على الشخص هذا حتى من صغره. تروح المصدر. الان احنا حكينا في المشاريع الرياديه في العمل الريادي انه يكون عنده التفكير الابداعي والابتكار. نوزع عليكم الان تمرين نشاط. بدنا من خلال التمرين هذا تحلوا بضع أسئلة فيه لنكتشف إيش المهارات الإبداعية عندكم وتفعلوا الابتكار.